بسم الله الرحمن الرحيم. يجيب عن هذه الأسئلة أستاذ دكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة بمصر، ومؤسس ورئيس مؤسسة التآلف بين الناس الخيرية بالجيزة. هي من الرخص بالنسبة لحكم صيام الحامل والمرضع، هما يلحقان بالمريض، فالطبيب المختص هو الذي يفتيها بأن لو في خطر أو ضرر عليها أو على حملها أو على وليدها، فبطبيعة الحال لها أن تفطر، ثم إن عليها القضاء بعد شهر رمضان، تصوم القضاء أياما متفرقات، حكمها أي الحامل والمرضع كحكم المريض تماماً.